الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شوفوا الخوت عاونوني في الاستشاره، انا جاي فلوسي بغيت ناخذ. شنو شكون عجبكم هذا الزرق؟ هذا الخضر ولا هذا الزرق هذا؟ استشروا مع المتتبعين ديالنا خوتي المتتبعين، تنستشر معاكم شكون اللون اللي زوين، هذا ولا الزرق؟ هاد السيكواي بجوج هما كاملين نفس العام دوبل فيه. نديو شي واحد الكراج ديالي نفركسو تما، بحكم ما عندي دابا تا واحد. مره كنجي عند سيونس كناخذ المستعمل بونوكازي، وهاد المره ما لقيتش عنده، غنضطر ندي واحد جديد، ما عندي ما ندير. شنو ظهر لكم؟ شوفوا، وهذا ولا هاد اللون هذا؟ دابا لقيت ثلاثه الالوان في هاد السيكواي. انا ديجا مجرب الاحمر والابيض اللي فيه الليموني. هاد اللون هذا شنو رايكم فيه؟ حتى هو كاين ثلاثه دابا، هما اللي لقيت حرت ما لا حرت. نجيب ليه الامانه ديالو، ها هي. شنو نظهر لكم اخوتي؟ هاد اللوين عسكري ولا هاد اللوين هذا؟ عند خونا يونس دكالي ولد بلادنا. ثلاثة الوان، الزرق والبيستاج ولا العسكري، ولكن بالي غندي العسكري شوية. داك اللون ديال هاد اللون هو اللي انا ارتحيت فيه وما نعرف. دعيو معانا وشوفوا شنو غيكون ان شاء الله. يلا السلام عليكم، معكم خوكم مطول درحيمو مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.